عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد زيارة التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثات تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.